مساء الخير والجمال والفن كمان على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في أولى حلقات برنامج فانتوبيا. هكون معاكم أنا ريهام الصرفي كل يوم أربع الساعة 12 والمدة نص ساعة. في برنامجنا فانتوبيا بنتكلم عن كل أنواع الفنون، وفي الحقيقة لأن الفن رسالة فاضلة فاحنا قررنا نسمي البرنامج فانتوبيا نسبة إلى المدينة الفاضلة اللي حضراتكم كلكم عارفينها يوتوبيا. احنا في برنامجنا مش بنركز على الفن كتمثيل وغناء بس، لكن كمان هنتكلم وهنستضيف مواهب ونجوم من كل أنواع الفنون زي الرسم والموسيقى والنحت كمان، وكمان هيكون معانا في بعض الحلقات نجوم من اليوتيوب. ضيفنا النهاردة ضيف مش عادي لأن رحلته ما كانتش سهلة، لكنه رغم كل العقبات اللي واجهته أصر إنه يكمل، وده طبعا لأنه عنده طموح وهدف، وكمان لأن الفن ليه سحره وجاذبيته اللي كانت دايما تارجت أو هدف قدام عينه إن هو يوصل. هيكون معانا المخرج المسرحي والممثل والفنان حسن الشريف ابن العملاق الراح رحمة الله عليه علي الشريف. هنتكلم معاه عن مسيرته الفنية وهنعرف منه هو عمل ايه ووصل ازاي والعقبات اللي واجهته، وكمان هندخل في تفاصيل كواليس مسرحيتين من أهم المسرحيات اللي عرضت على مسارح الدولة في الفترة السابقة وكانت من إخراجه، وهما مسرحية الشاطر حسن ومسرحية علي بابا والأربعين حرامي. كمان هنروح لشوية نوستولوجي في ذكرياته مع والده الراحل علي الشريف. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مع ضيفنا المخرج حسن الشريف، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين أول حلقة من فانتوبيا، ومعانا ضيفنا المخرج حسن الشريف ابن أحد عمالقة الفن علي الشريف رحمة الله عليه. أهلا يا حسن، منورني النهاردة. أهلا بيك وأهلا بيك وكل سنة وانتم طيبين ومبروك البرنامج. ربنا يبارك فيك، متشكرين جدا. حسن، أنا بصراحة مش عارفة أبتدي معاك منين ولا منين، بس خليني أبتدي بمسرحية علي بابا والأربعين حرامي، بما أنها كانت آخر عمل فني اتعرض على المسرح، واللي أنا أعرفه أنها اتعرضت على مسرح البالون في سبتمبر اللي فات وكملت عرض على مسرح الهناجر في دار الأوبرا، ورغم أن في ظروف للكورونا وكده لكن هي لقت نجاح جماهيري كبير. إشمعنى اخترت مسرحية علي بابا والأربعين حرامي علشان تقدمها؟ هو كل مخرج بيبقى ليه اتجاه كده وتوجه او فكره في دماغه هي بتلح دايما باستمرار. انا فكري الفكره اللي في دماغي هي الموروث الشعبي، ان انا اتكلم عن الموروث الشعبي، سواء علي بابا، سواء الشاطر حسن، سواء علي الزيبق. ليه اخترت الموروث الشعبي؟ لان احنا بعدنا قوي عن الموروث. احنا لما سالت اولاد كتير من اولاد الفتره دي مثلا من 10 20 سنه لقيتهم ما يعرفوش حاجه عن الموروثنا الشعبي، انما يعرفوا باتمان وسبايدر مان. دي حقيقه، مع ان موروثنا الشعبي ده ثروه، يعتبر ثروه ثقافيه، ومفروض كل ولادنا يعرفوا ايه هو مسرح العرايس وايه هي الروايات المصريه القديمه. هو موروثنا الشعبي اي شكل ليه، سواء مسرح عرايس سواء بشري اي حاجه، هو قماشه واسعه جدا. ممكن الخيال يشتغل فيها كويس قوي، بحيث ان انا اعمل صوره حلوه قوي. وده يمكن المبهر في المسرح دلوقتي، المسرح بقى معتمد على الصوره. ان هو يلعب على الصوره، احنا عندنا صوره وموضوع، احنا عندنا الصوره بالفعل في الحاجات بتاعتنا، بتاعت الموروث بتاعنا، اعلى بكتير جدا 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 من باتمان وسوبرمان والحاجات دي. طب يعني انت مثلا لما قررت تعمل مسرحيه علي بابا والأربعين حرامي بالعرايس، كان هدفك هو الطفل ولا في برضو رساله موجهه للكبار في المسرحيه دي؟ هو انا علي بابا كان ليها حدوته، ان احنا هو علي بابا راجل طيب ولا مش راجل طيب؟ ده السؤال اللي محيرنا احنا حتى من واحنا صغيرين. بالظبط كده. هو ففي في في ازمه في شخصيه علي بابا، علي بابا كبطل شعبي في ازمه موجوده فيه، وبتناقش وبيناقشها الاجيال
جيل ورا جيل ومش عايز تنتهي. انا طبعا وترى المسرحيه بينت ان علي بابا شخص طيب ولا شخص شرير؟ يعني علي بابا طلع ان هو ما سرقش مسروق. يعني الفكره ان احنا بنقول اي سارق مسروق. اي سارق حتى لو السرقه دي لحاجه مسروقه فهي حرام وغلط. تمام. فده سرق ولا ما سرقش؟ هو ده السؤال. هو ده هو ده السؤال اللي انا شخصيا عايزه اعرفه من وانا صغيره. يعني هو عملنا بلوف درامي كده طلع ان هو علي بابا راجل خير والطيبه فيه وهما ما فيهوش صفات السارق. هو حد مش حرامي. يعني المهم ان هو طلع طيب في الاخر، دي حاجه كويسه. طلع طيب كده، اتبسطت ان انا عرفت. وانتهت نفس النهايه الحلوه بتاعت ان هو عنده فلوس واخد ورثه اللي سابه له ابوه الفلوس الكتير وبقى غني وعنده برضه القصر والبتاع وكل الحاجات الجميله والالماز والياقوت والالماز. كسب الحاجات دي، هي كسبها بس كسبها من عرق جبينه. واحنا قايلين كده يعني هو اي حاجه تتاخد مش من عرق الجبين مش حلال. طب هل انت يا حسن ما خفتش في فتره الكورونا دي ان المسرحيه ما تلاقيش اقبال؟ يعني انت خدت المخاطره كده في عز فتره الكورونا، هي طبعا نجحت وحققت، لكن انت منين كان عندك اليقين او الثقه ان انت تخش دلوقتي تعمل مسرح في عز ازمه الكورونا؟ انا يقيني في الموروث الشعبي. انا يعني فكره الموروث اقوى من اي حاجه، حتى لو احنا عندنا وقت الدنيا فيه مش مظبوطه هيجي الوقت اللي هتبقى فيه الدنيا مظبوطه، لان احنا عندنا مثل صغير قوي الا وهو الكرم العربي. فكره الكرم العربي كرم حاتم الطائي. او كرم حاتم الطائي. كويس، احنا بنعرفه ان هو الكرم. ويقول لك ان العربي كريم. تمام. الغرب بيسموا الكرم سفه فيسموه سفيه. طب ايه الفرق؟ بيسموا اللي بيصرف كتير او مش حريص على امواله انسان سفيه، في حين ان هو عندنا بنسميه شخص سخي او شخص كريم. بالظبط. طبعا ده فرق ما بين ثقافات الشعوب وفي العادات وفي التقاليد كمان. الفرق ده بالنسبه لنا كمسرحيين احنا مش بنقوله كلمه في كتاب ولا عنوان في جورنال، احنا بنقوله بحدث وبفعل. فلما يبث في اطفالنا ان الفكره الكرم حاجه وحشه، لا طبعا الكرم صفه من صفات النبل. كويس. من صفات العرب زي ما انت ما قلت بالظبط كده. فهم الثقافه الغربيه بتقعد تزق لنا انه ده سفه، ده اسراف، ده مش عارف ايه، ده الفاظ بيشوهوا الموروث. يعني بيدخلوا ثقافتهم هم ومعتقداتهم وموروثاتهم على ثقافتنا ومعتقداتنا علشان تحل تعمل عمليه احلال مكانها. والاشكاليه الثانيه ان احنا ما بناخدش بالنا من الحاجات دي لانها بتيجي تدريجيا. طب تدريجيا وتكرار. يعني مثلا انا كنت عامل عرض قبل كده الشاطر حسن. الشاطر حسن، لا استنى ما تاخدنيش في الشاطر حسن، انا هكلمك على الشاطر حسن. انا عايزه بس اقف كده عند نقطه عرايس الماريونيت. هل بما ان انت مخرج ومتابع اكيد عرايس الماريونيت كصناعه اتطورت في مصر قد ايه؟ وهل بتلاقي اهتمام ولا اهملت؟ يعني انا فاكره وانا صغيره كنت كل اسبوع بروح مسرح العرايس، كانت حاجه ثابته ان انا اروح مسرح العرايس او سينما الاطفال الصبح، لكن الجيل بتاع اولادنا ده فعلا ما شافش الحاجات دي. فهل الصناعه دي اهملت ولا هل تطورت؟ هي تطورت بس مش بالتطور الفظيع اللي احنا شايفينه على الحاجات الكمبيوترايز. يعني تطور بطيء او رتيب قوي. يعني فيها نسبه اهمال في تطورها للاسف. بس هي بالفعل هي فيها تطور. يعني شكل العروسه اللي اتعمل بيها اشهر حاجه عندنا الليله الكبيره. الليله الكبيره طبعا. انا حضرت الليله الكبيره دي حوالي 30 مره وانا صغيره. وانت
بس الليلة الكبيرة عمل عظيم طبعا، عظيم طبعا، و... عمل عظيم كتابة وتلحينا كل الحاجات فيه فظيعة. بس من ساعة التطور اللي حصل في العروسة من وقت الليلة الكبيرة لحد دلوقتي ما كانش التطور المبهر. وهو فن العروسة مش متوقف على الماريونيت. الماريونيت دي شكل وحيد من أشكال العروسة. تمام. إنما أنا ممكن وأنا قاعد أعمل عروسة بالكازوز. ممكن وأنا قاعد أعمل عروسة. قصدك إيه عروسة بالكازوز؟ قصدي إن أنا ممكن أستخدم ماتيريال مختلف عن ماتيريال الماريونات. بالظبط كده. هو وفي العرايس اللي هي زي الاراجوز اللي هي بتتحرك بالايد دي اسمها عروسه جوانتي. عروسه جوانتي كويس. وفي العروسه المبيط وفي العروسه التبل، في اشكال كتيره من العرايس. الواحد بياخد بس بيختار الشكل اللي شجع الناس ان هي تتفرج عليه. طب انت بالنسبة للشكل خدتني لنقطة مهمة جدا. انت لما بيبقى عندك مثلا عرض مسرحي زي علي بابا والأربعين حرامي، هل بيكون في عرايس اشكال معينة وانت بتروح تختار العروسة بناء على الشخصية، ولا بتتصنع بالطلب حسب الشخصية؟ يعني شخصية عروسة شريرة فهيتعمل لها عروسة شريرة، ولا هل هي ليها سوق زي الافلام مثلا يقول لك انا هسكن فلان في الدور الفلاني، فلانة تنفع في الدور الفلاني؟ بس هي العرايس بتصنع كاملة على تمام. حسب بس الخيال. قبل ولا بعد تصنع؟ قبل. على حسب المسرحية ولا هي بتبقى مصنوعة وانت تختار من الكاركترز؟ قبل. يعني مثلا وانا بتكلم مصمم العرايس اللي نحت لنا العرايس، فاسمه محمد فوزي بكار على فكرة، حد شاطر جدا. وبإذن الله هيبقى حاجة كويسة، حاجة محترمة في المجال ده إن شاء الله. لكل مجتهد النصيب أكيد. فبكلمه على شخصية علي بابا. فعلي بابا الملامح هتبقى شكلها عامل إزاي؟ شكله أقرب لإيه؟ لابس إيه؟ زي بيتحرك ازاي؟ او حركته شبه الحركه الطبيعيه. انا حابب ان هو يبقى العروسه اقرب للطبيعي علشان الناس تحس ما تحسش بغربه، تتقبلها، ما تحسش ان انا بعمل فن كاريكاتيري. ايوه تمام. يستقبل ان هو يندمج مع العروسه كانها شخص قدامه. بالظبط كده. هو وفي حاجات محطوطه في النص. الاولاد اهو علي بابا يعني بيخلي الاولاد تتفاعل مع الحدث. وده مهم جدا حكايه التفاعل، لان العيل مهما كان شكل ابهار هو حابب ان هو يتفاعل مع الحدث. تمام. يعني لدرجه ان هو ممكن اوقات عايز يطلع يغير بايده الحدث اللي بيحصل. لو في حرامي عايز يمسكه، لو في بطل عايز يشجعه. بالظبط. والبطل كله عايز يتمثل بالبطل. يعني عشان كده همني اقول لك هو طلع طيب ولا شرير، لان في فتره من الفترات الناس كانت بتقول لك طب ما هو سرق اهو، بيقولوا عليه طيب وبيقولوا عليه بطل، فكان لازم المعلومه دي تتصحح. لا، هو علي هو بطل وبطل شعبي وما هوش شرير. طب ايه اصعب بالنسبه لك؟ انت طبعا اخرجت مسرحيه العرايس واخرجت مسرحيات او حاجات تانية مع بني ادمين. الأصعب التعامل مع ممثل في الإخراج، ممثل شخص بشخصه، ولا مع العروسة اللي برضه بيحركها معتبر ممثل؟ إيه الأسهل وإيه الأحب لقلبك كمان؟ أقول لك على حاجة، هي العروسة بتبدأ من حيث انتهى البشر. يعني بمعنى الناس وقفت فين، العروسة قادرة على تحقيقه. العروسة قادرة أكتر على خيالات ممكن ما تحققش في الحقيقة. ممكن بالعروسة تعملي الواحد اللي قتل 1000 أو بضربة سيفه قتل 1000. ممكن اللي ينط من الدور العاشر ويتشقلب وينزل على رجليه أو حصان. كويس. ممكن يتعمل ده بالعروسة. ممكن يتخيل فيشوف نفسه في حلم، فنشوف الحلم اللي هو متخيله. يعني فيها حيل وفيها صور. انت بتلاقي متعة اكتر مع العرايس ولا مع البني ادمين؟ هي المتعة في فكرة
ان خرج اللي في دماغي مظبوط شكل يبقى شكله حلو يعجب الناس وتبقى الناس مبسوطه سواء انا قصرت فنيا او قصرت في ثقافتهم. تمام. وده اللي اهم لان هي الاشكاليه اللي بتحدث في الثقافه في المسرح دلوقتي ان المسرح مبهر شكلا لكن مش مبهر موضوعا. مفيش موضوعات مهمه بتناقش في المسرح الا لما نجيب عرض قديم. انما الحاجات يعني انا ما اعرفش هي الاختيارات طب خلينا نتكلم عن الاختيارات. انت خريج كليه زراعه يعني مهندس زراعه، ايه اللي خلاك تتجه للفن؟ علشان الزراعه والفن الاثنين فيهم جمال فيهم حلاوه. ايه بقى الجمال والحلاوه؟ حلاوه الفن ان الواحد مش شرط مدى تاثيره على الناس او ان هو ممكن يعمل فن لنفسه يبقى هو داخليا كده مبسوط ان هو اخرج دفقه فنيه لحاله. ممكن يكون مثلا رسم صوره، ممكن قطعه موسيقيه، فده بيعمل له حاله من الهدوء النفسي من التشبع. طيب انا فهمت نقطه وجهه نظرك في الموضوع ده، بس في نقطه انا حابه اسالك عليها. ما ينفعش تكون معانا النهارده وما نتكلمش عن والدك الله يرحمه علي الشريف، واللي ساب بصمه كبيره في اعماله الفنيه وتاريخه الفني، وكان كاركتر متميز. ايه تاثيره عليك في الموضوع الفني؟ هل الفن وراثه بقى زي ما بيقولوا، ولا هل هو كان ملهم ليك؟ علشان انا عارفه برضو ان انت مسرحيه الشاطر حسن اخرجتها وكمان مثلت فيها، يعني انت كمان بتمثل. يعني بصي انا كنت الابن البكري لابويا، فكان رحمه الله عليه الله يرحمه، فكان بياخدني معاه في ايده. طبيعي خصوصا ان ابويا اتجوز وهو كبير، يعني ابويا اتجوز عنده 38 سنه. طبعا بالنسبه لزمان ده سن كبير كمان. ده دلوقتي بقى سن عادي، بقى على فكره عادي يعني ما حدش كان عارف قلبة الدنيا دي. صح. فانا اول عيل بالنسبه له. فكان بياخدني في ايده باستمرار. فنروح نقعد مع حد، نروح تصوير، نروح مسرح، نروح التلفزيون، نروح سينما. فلقيت ان المجتمع ده مجتمع لطيف. واكيد هو حببك برضو في المسرح. هو يعني لم يقصد. كويس. انا يعني عايز هو صغير. ما تعمدش، مجرد ان هو كان بياخدك معاه بالظبط. طيب انا من حته المسرح دي في نهايه حلقتنا حابه اعرف منك، انت شايف مسرح الدوله فين؟ هل مسرح الدوله يقدر ينافس المسارح الخاصه؟ بص، مسرح الدوله عامل زي ما يكون حد في الرعايه المركزه متعلق له محاليل، ولو شلنا المحاليل هيموت. مسرح الدولة حالته سيئة. إلا محتاج دعم. مسرح الدولة محتاج دعم. حاجات كتير قوي، حاجات محتاج لجنة تقعد تبحث المسرح. هل رغم إن مسرح الدولة عليه مهارات وناس قادرة إنها تعمل حاجات حلوة. ما إحنا بس إحنا البنية التحتية، بداية من البنية التحتية بتاعتنا، هي قادرة على استيعاب مسرح متقدم، استيعاب فكرة كويسة. هل مسارحنا يسهل فيها تغيير الديكور؟ هل مسارحنا شبه البرودواي؟ علشان نتكلم، انا كنت بحلم ان احنا نعمل مسرح زي مسرح البرودواي. بس ده فعلا لازم نحلم ونفضل نحلم ونطمع ان مسرحنا يكون ينافس مسارح العالم، لان ده مسرح الدوله اللي بيمثلها. وفي نهاية حلقتنا يا حسن علي الشريف، أتمنى لك مزيد من النجاح والتقدم والتألق والإبداع زي ما بيقولوا، لأن أنت مبدع، وإن مفيش مسرحية من اللي أنت عملتها بصراحة إلا وكان ليها رجة وليها صدى في الأخبار وفي الصحف. وأتمنى أشوفك في حلقة جاية في برنامج جاي أو في نفس البرنامج برضو، عشان لسه في كلام كتير مخلص. وبكده تكون خلصت حلقتنا أعزائي المشاهدين من فانتوبيا. أشوفكم الأربع الجاي الساعة 12، وضيف جديد وفن جديد
وانتظرونا، دمتم بخير وصحة وجمال.